السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك الجديد وشكرا. كشف الناخب الوطني واحد خليل زيتش عن اللائحة النهائية للأسود في ودية ليبيا والغابون، ووجه مدرب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم الدعوة إلى 26 لاعبا للمشاركة في المباراتين الوديتين التي سيخوضهما الأسود يوم 11 أكتوبر 2019 أمام المنتخب الليبي بالملعب الشرفي بمدينة وجدة بداية من الساعة 7 مساء، والمنتخب الغابوني بالملعب الكبير بمدينة طنجة يوم 15 أكتوبر 2019 بداية من الساعة 8 مساء. وسيخوض المنتخب الوطني تجمعا إعداديا مغلقا بمدينة الرباط انطلاقا من 7 أكتوبر قبل أن يتوجه إلى مدينة وجدة يوم 10 أكتوبر، على أن يرحل إلى مدينة طنجة مباشرة بعد نهاية المقابلة التي ستجمعه بالمنتخب الليبي. وأعلن مدرب المنتخب الوطني اللائحة تضم 26 لاعبا، إذ شهد تواجد العديد من الأسماء المتوقعة باستثناء مهاجم النصر السعودي عبد الرزاق حمد الله الذي كانت عودته محتملة، وفيما يلي اللائحة المذكورة.